السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقه اللي مهمه اللي جوني عليها لي كومونتير بزاف، وهي هل يمكن اعتبار التبن كماده اساسيه كعلف؟ لا، العلف ضروري ان يكون السكارين او الخبز جاف او الشعير او الذره او حبوب، اي نوع من 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 حبوب. انما التبن انا درت واحد الحلقات على حساب التبن، وقدمت التبن كعلاج ماشي كماده اساسيه ممكن اننا نعطيوها الارانب ديالنا ويبقاو، لانه هو التبن انا على حساب الملاحظه ديالي لقيت ان التبن رخيص في الثمن. الناس قالوا علاش ما نديروهش كماده اساسيه؟ لا، التبن هو الاخضر، ممكن انه يكون فيه واحد النوع ديال البروتينات. ولكن بالنسبه للتبن الرخيص، يعني اللي كتكون باله كبيره ممكن تضرب لكم شهور تشريوها ب 20 درهم، ما يمكنش هذيك راها خدامه يعني ك علف. لا، التبن لا يستعمل كعلف، التبن هو في الحقيقه كعلاج. العلاجات ديالو راها باينه، يعني هو كي يجمع الكرش، كيساعد البطن انها تولي الارنب ياكل مزيان وما يمرضش بالاسهال وما يمرضش بالامساك كذلك. يعني هي كتجمع العصارات الهضميه، كتساعد الجهاز الهضمي انه يشتغل بواحد الطريقه سليمه. وانما نجيو نقولوا نشدوا التبن ونعطيوه الارانب ديالنا ك علف، لا، هذه معلومه خاطئه. الناس اللي جاوني في لي كومونتير وقالوا لي واش ممكن اننا نستعملوا التبن اللي كنعطيهم لهم يوميا وراني حيدت العلف، لا، لان العلف التبن عفوا فيه الالياف، هذا الاصفر هذا فيه الياف ممكن انها تساعد الحيوان يتحفزوا انه يبقى هو ماشي فاتح للشهيه. هو اولا التبن كيما كيدير الارنب كيعطيه واحد النوع من الشبع اللي هو كيولي ممكن انه ما ياكلش هذاك النهار لانه شبعان، وهو ما عارفش راسو علاش شبعان، لان التبن نقولوا بحال اللي هو بحال الا استعملنا شي دواء ديال 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 يعني مثلا نقولوا سميكتا مثلا كتستعمل، لاش كتستعمل يعني كرشك مثلا كتكون جاريه يسهل، كدير سميكتا سمو كيوقع انها كتجمع لك كرشك وكتحس بواحد النوع من الراحه، هذاك هو اللي كيعطيه الارنب، يعني كيولي هو مرتاح في الـ في الـ في, الـ في الـ البطن ديالو، ما عندوش شي حاجه اللي غتضرو، ولكن خص البروتينات، خص فيتامينات، خص الحبوب، ياكل حبوب، خص ياكل شويه ديال المواد الخضراء، المهم يكون منوع. ولكن ماشي نشدو التبن نقولوا لانه رخيص نستعملوه كماده اساسيه، لا، ممكن اننا نستعملوه بحال هكا الخبز جاف، ها انا كنجفف فيه انتوما هذا، وتخلطوه مع شويه ديال التبن وتعطيوه لهم بحال هذه الشكيله. انا راني مخلط دابا التبن مع الخبز هانتوما، يعني باش ما يضرهمش الخبز مثلا، لان الخبز بالنسبه للصغار ممكن يدير لهم الامساك، يعني هذه راه الخبز ما يدير لهمش الاسهال ولكن يقدر يدير لهم الامساك. لذا انا خلطت معاه شويه ديال التبن باش ما يضرهمش هذاك الخبز، واخا ياكلوا منه بزاف هذاك التبن غادي يكون مخلط مع الخبز، ملي كياكلوا يعني التبن مع الخبز جاف كيخليهم ما يضرهمش في كرشهم. يعني انا كنستعمل التبن كمحفز ان هذاك الماكله اللي غادي ياكلوها معاه ما تضرهمش. ممكن انكم ديروا التبن مثلا مع نباتات خضراء، معليش ماشي مشكل، تخلطوه وتعطيه لهم باش ديك النباتات الخضراء ما تضرهمش في كرشهم، يعني ياكلوا التبن هو كيخليهم كيحسوا بواحد الراحه،
يعني ف ف ف ماشي تقال ماشي ماشي الكرش جارية، يعني هو كيريح الكرش باش يقدر يقدر الأرنب ياكل وما يمرضش. صافي هذا هو الموضوع ديال هذه الحلقة، ماشي ديروه كمادة أساسية ل يعني كعلف، لا هو التبن ماشي علف. إذا هذا هو الموضوع ديالنا ديال هذا النهار. كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، تكيو على زر الجيم باش تساندوني وتساندوا القناة، راه غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف. وكنشكر لي فان ولا يعني المحبين ديال القناة ديالي، الحمد لله كنشكركم بزاف. وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.